المشكلة مش بس انه الناس ما بتعرف شو هي الملكية الفكرية، المشكلة الناس كمان كتير اوقات ما بتعرف اهمية الملكية الفكرية بحياتنا اليومية. اول شيء الملكية الفكرية مثل ما اسمها بدل، هو كل نتاج له علاقة بالفكر وبالعقل، وبالتالي هي مقسومة لثلاث اقسام. القسم الأول هو الملكية الأدبية والفنية، يلي بيشمل الأفلام، يلي بيشمل الرسم، يلي بيشمل الأغاني، الألحان، الكتب، النشر الإلكتروني، الويب سايت إلى آخره. أدب وفن. مزبوط. الملكية الصناعية والتجارية، يلي هي الملكية يعني العلامات التجارية وكل ما يمت إلى بصلة، مثل علامات التجارة، السيارات المشهورة، العلامات الكوزماتيكس، اللوجو يعني تبعيتهم أو الأمبليم أو لوجو. هيك شيء. 100% نعم 100%. حتى بيشمل هلأ حاليا الدومين نيم اللي هو موجود على الكمبيوتر، بس بدنا نفوت على مثلا www اسم معين دوت كوم، بيكون هيدا كمان كل هول الامور معلقه بالماركه. هيدا ملكيه فكريه ولكن بخانه الملكيه الصناعيه والتجاريه. مزبوط. نعم. وبيبقى عندنا ثالث امر هو الاختراعات. كمان ملكيه فكريه الاختراعات طبعا. مرتبطين بشو الملكيه الفكريه؟ يعني بس نقول ايا تكن نوع من هالانواع مرتبطين بشو؟ يعني هل لازم يكونوا مرتبطين بوزاره معينه؟ لابد ما يتسجلوا ليكونوا مرتبطين بشيء؟ لا، بصراحة هون بدنا نفرق شوي صغيرة. أولا الملكية الفكرية ناتجة عن العقل، بمطرح تاني في النتاج الشخصي تبع الإنسان. مشان هيك وفي بعض الأشخاص القانونيين اللي اعتبروها أقدس الحقوق اللي الإنسان بيتمتع فيه، لأنه هو عم يبتكر شيء فعلا موجود بس بخياله، ما قدر إلا هو يقدر يطلعه. هلأ بشو هني مرتبطين عمليا؟ في ثلاث مؤسسات أعمدة أساسية مرتبطة فيهم الملكية الفكرية ككل. واحد عنا الأشخاص نفسها، وهون الأشخاص يعني المجتمع، سواء كان المجتمع اللي هو بيملك هالحقوق أو المجتمع اللي هو عم يستفيد من هيدي الحقوق. أوكي. عنا تاني أمر الدولة كمان، يلي هون ما رح احكي عن الدولة بشكل عام بأجهزتها كلها، يلي كمان منوجه لهم تحية فعلا. بالرغم من كل الأمور اللي قطعت بالبلد، بعدنا لليوم عم نشوف في نوع من مكافحة، وعم نقدر نوصل لبعض الأمور بمكافحة بعض التعديات على الملكية الفكرية. وأكيد بشدد على بعض، لأنه بالنهاية في توافر وتضافر الكل. نعم. والثالث أمر هو يعني بشكل خاص عندك القضاء والصحافة، يلي كمان لازم يكون في شوية. أكيد القضاء دايما عم نطلب منه كحقوقيين إنه ما نتعامل مع يلي عم بقلده أو مع اللي عم يسرقه بعاطفة. بالنهاية هول عم يسرقوا حقوق غيرهم، عم يستفيدوا من حقوق غيرهم، عم بضروا غيرهم ببعض الامور اللي هن عم بقلدوها، سواء مواد فاسده عم يستعملوها او الى اخره. واكيد الصحافه يلي عم نتمنى دائما انه تتناول موضوع الملكيه الفكريه بايجابيه، لتقدر الناس تعرف انه في حقوق بتقدر تنحمى، وفي ناس عم تستغل، وفي ناس عم بتم استغلال.